وسائل النقل العمومي، نحكيه بالخصوص أكثر على الحافلات والمترو. البارح رئيس الجمهورية دعا لمزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية باش يتم إصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو هذه، في انتظار أنه يتم اقتناء عربات جديدة. الأساتذة النواب اليوم عندهم تحرك للمطالبة بتفعيل اتفاقية ماي 2023 والقطع نهائيا مع التشغيل الهش. كيف كيف اليوم العشية في مجلس النواب الشعب، فما جلسة عامة باش يتم خلالها توجيه أسئلة شفهية إلى وزيرة البيئة، كان وجهوا أسئلة شفهية لوزير الصحة، واليوم العشية باش يتم توجيه الأسئلة هذه لوزيرة البيئة. والبارح زاد في رئاسة الحكومة توقيع اتفاقيتي قرض واتفاقيتي هيبة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية. وكل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. الحقيقة مشكلة النقل العمومي في تونس مشكلة كبيرة برشا ومتشعبة برشا، وخاصة مع دخول فصل الصيف شهاب ونجم، وأنا باعتباري من مستعملي وسائل النقل العمومي في الصيف الوضعية تولي خايبة برشا، خاصة مع الحافلات الأجد، حافلات اللي تم اقتنائهم مسكرين وما فيهمش منين يدور الهواء، كي يدخل فيها المواطن غديك تلقاه مسكين مغصور وماهوش هي مرتاحه الحقيقه، لكنها مسكره برشا وما تلقاش كيفاش تتحرك، يمكن اصلها كليماتيزي، وهي اصلها كليماتيزي وشبابكها صغار ياسر، حتى كي تحلهم ما يتحلوش الكل. هذه الحافلات الاخرانيين، يمكن حافلات اللي تم اقتنائها قبلها خير شويه. البارح رئيس الجمهوريه قيس سعيد كان استقبل العشيه ساره الزعفراني الزنزري وزيره التجهيز والاسكان المكلفه بتسيير وزاره النقل، ودعا الى مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو. هذا الكل في انتظار اقتناء وسائل نقل جديدة لإعادة بناء أسطول نقل بري جديد. كنت حدثوا على بناء أسطول نقل بري جديد، يعني باش تكون تكلفة كبيرة برشا، خاصة أنه أغلب الأسطول اللي قاعد يدور توا يعني مكمل. هو في الحقيقة القطاع النقل من أكثر القطاعات الحيوية والأكثر القطاعات اللي تستاهل تدخل عاجل. هذا يلزمه فلوس حتى بالنسبة للإصلاح. كان نشوفوا الشركات، معناها على الأقل في تونس الكبرى، شركات النقل اللي هي الكار والميترو وحتى التران، معناها تعاني ويمكن تخدم بربع الأسطول ولا بثلث الأسطول في أحسن الحالات. علاش؟ أما خاطر ما ثماش أموال باش تجدد، مش تجدد الأسطول، باش على الأقل تصلح الأسطول. وفي بعض الأحيان يحكيونا الناس اللي نعرفوهم في شركات النقل هذوم، يقولك ناخذ بياسة من هوني وبياسة من هوني باش لصق نخرج كار ومن هنا، خاطر ساعات ما نلقاش باش نشري يمكن زيت متاع المحرك للحافلة، ولا باش تاخذ لها حتى قطعة صغيرة ولا بولار مكسر ولا غيره. ونشوف فيهم كيفاش قاعدين يمشيوا المترويات في تونس العاصمة، كيفاش البولار مكسر والسيد الراكب يبدأ مخرج راسه، خاصة بالنسبة للشباب وغيره، والناس ولا تدخل من الشباك اللي هو معناها مكسر البولار، ولا تدخل من غادي، وساعات بيبان مسكرة ما تتحلش، وساعات المترو في المطر ما يمشيش، وفي غيرها برشا 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 معناها حاجات. وهذه يلزمها تمويلات من قبل كل شيء، قبل تضافر الجهود يلزم وزارة المالية تخصص. نعرفوا الشركات العمومية في أغلبها فالسة أو قريبة من الإفلاس، وتعاني من صعوبات مالية كبيرة ومن نسبة تدين عالية، وهذاك علاش يلزم وزارة المالية والحكومة بصفة عامة توفر ظرف مالي كبير باش تحسن به على الأقل عمليات الصيانة والإصلاح وتطوير الأسطول، في انتظار المبلغ الكبير برشا. وهذا ما نصورش كان يكون من الداخل، يلزم يكون قرض كبير شوية من الخارج باش تنجم ميزانية الدولة تتحمل التجديد وتعمل أسطول يتماشى مع السفر اللازم، مع ظروف السفر اللائق والتنقل اللائق داخل البلاد في تونس وبين المدن، وإلا داخل المدن سواء بالنسبة لتونس الكبرى أو غيرها من مدن
الجمهورية اللي تستعمل في النقل العمومي. هو أنا باش نعقب على عليك نعيمة وعلى نجم على نعيمة فيما يتعلق بأنك تقولوا أنه خاصة في فصل الصيف لا، احنا قطاع النقل وتعطل مصالح المواطنين في علاقة بقطاع النقل متواصل على مدار السنة ولعقود، على خاطر باش ندخلوا في نظام الحصة الواحدة شهاب، وفي نظام الحصة الواحدة أغلب الموظفين يروحوا فرد وقت. وما تنساش وأنه طوال العام عنا قراية اليوم ما فماش قراية في فصل الصيف، يمكن تخف شوية، ولكن المشكل متواصل. أيضا كان تذكر نجم وأنه رئيس الجمهورية أعطى تعليماته باستعادة عدد من الخطوط اللي تلغات، يعني خطوط النقل راهو عنا عديد من الخطوط اللي وقع التخلي عليها. ايش معناها يقع التخلي على خط؟ يعني تعطيل مصالح مواطنين، جهة كاملة ما عادش تلقى كار باش تطلع وتمشي لخدمها. هو التبرير اللي خدموه شركة النقل يقول لك عدم المردودية سواء في النقل الجوي أو في النقل الحديدي، يقول لك مثلا الوسيلة النقل مهما كانت الطائرة ولا التران ولا غيره يمشي ويجي فارغ، معناها ما ثماش مردودية من الركاب ما يدفعوش. أنا نجم نعطيك خط أنا نعرف 52 رقم 52 الرابط بين قمرت والمرسى، وساعات يوصل قرطاج الرئاسة. الخط هذايا فيه تلامذة تقرأ في مرسى سعادة، في رميلة، في بوسلسلة، في قرطاج الرئاسة، يستعملوا فيها تلامذة. الخط تم إلغاءه نهائيا، هذا هو. وتم إلغاء حتى الحافلة الخاصة بالتلاميذ. يعني تبريرات واهية، معناها ما هوش تبرير. أنا نأكد لك أنه الخط هذاك ديما مليان، لأنه قلت لك فيه تلامذة، وفيه حتى اللي يقرأ في معهد سيدي الظريف متاع السياحة يستعمل الخط هذاك، وفيه ناس تخدم في المرسى يستعملوا في الخط. من الأول بدأ في تنقيس العدد تويتر. السفرات متواترة، كانت كل نص ساعة، بعد ولات كل ساعة، بعد ولات كل ساعتين، وتوا تم إلغاء نهائيا. التلامذة ولات تلقى رويحة كل صباح يلموا بعضهم باش ياخذوا تاكسي باش يمشي ويقرأ، واللي يخدموا نفس الشيء. واللي صاير في الخط رقم 52 صاير في بارشة خطوط أخرى، كيف ما قال تتذكر الخط اللي عملوه جديد بين التجيام والمطار اللي كنا حكينا عليه. صحيح. كي سألت برشا مواطنين، برشا قالوا كان الأجدر، وحتى من شركة نقل تونس العمال قالوا كان الأجدر أنهم يرجعوا خطوط تم إلغائها على أنهم يحثوا خط جديد. هذا هو. هو خط مش جديد، راه نتاع المطار باعتباره قديم، وماهوش ممكن بلاد فيها المطار ما تلقاش وسيلة نقل عمومي تهزك لوسط البلاد. أما ما تجي ماهوش يتعدى على وسط البلاد. أيه هو يجيها، راه خاطر منين باش يدخل لها، والتجيم كي هو راجع باش يدخل لوسط البلاد، والتجيم في وسط البلاد. مش بعد على في شارع البنتويت حتى 28 اللي رئيس الجمهورية أمر بيرجعوا على اللي يتعدى على مونفلوري زادة استبشروا به المواطنين. وأنا نعرف الخط هذا، وقريت في معهد الصحافة لما كان في مونفلوري يشهد يعني حركية كبيرة للخط هذا. مونفلوري نخوري بالضبط. يعني العديد من الخطوط راهو وقع التخلي عليها تماما، وهذا فيه تعطيل للمواطنين. أيضا باش نحكي وأكيد باش توافقوني الرأي، أنه في أكثر من مناسبة رئيس الجمهورية يدعو إلى أكثر من في أكثر من موضوع، ولكن باش نعاود ونرجع للمربع الأول ما تعلق بتفاوت السرعات على مستوى التنفيذ. في تلكؤ كبير اليوم، دعوت رئيس الجمهورية إلى مزيد تكثيف الجهود من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو. هاتوا نشوفوا احنا وقتاش باش يقع التنفيذ، وقتاش باش نمشيوا للتنفيذ. هذا ديما يشد وقته ويساهم بشكل كبير في تعطيل الناس. هنا المال قوام الأعمال. كان ما توفرش انفلوب مهمة باش تشري بها قطاع الغيار، وباش تعمل وقتها تحاسب عمال الورشات متاع الإصلاح في الشركات هذه، خاطر في كل شركة عندها ورشة للإصلاح. كي توفر لهم أنت قطاع الغيار بالصيف عليهم باش يخدموا، وتنجم المسؤولين عليهم يفرضوا عليهم بسرعة معينة، يعطيهم سرعة معينة باش يكمل يفرغ من أنا ما عنديش تفسير أنه نشري كار مازالت عندها شهر ولا شهرين وطيحهم بان في الكيس وتسكر، هذه اللي أنا ما فهمتهاش. يعني هي كان مستعمل على الأقل عمرها 15 سنة اللي يجيبوه. إيش عملنا؟ إيش عملنا؟ يعني الحل هذا يجيبوه مستعمل. يعني أنت تجيب كار مستعملة باش تخدم شهر شهرين وتقف تسكر الكيس. على مستوى استاد المنزة وانا نتعدى من غادي المرة فيت كار مسكر الكيس من الكيران، من الكيران في العمر اللي على زاد في اكثر من مناسبه تطيح تتعطب وهنا راهو انت باش تشري حافله مستعمله
طبعا باش تقوم بعملية الصيانة على خاطر ما هيش جديدة، تطلب تعاودها بالصيانة. أما إذا كانش تخليها وما تفقدهاش بطبيعة الحال باش تخدمه، وبعدين القطعة طيح قطعة قطعة طيح قطعة وكيك، وبعدين تقف تقف جملة. اليوم دعوة رئيس الجمهورية إلى التعهد هالحافلات والعربيات بعملية الإصلاح الدورية، هذا هو اللي مش موجودة أعتقد، وهذا اللي ساهم في أنه نحكيه على أسطول مهترئ تماما. صحيح، هو شيء بنت كي كرابتك التحبان كي تزهل ميكانيسيان يزم تمشي تشري ديريك تمشي بفيز دي تشري إذا ما تصلحش رقط أي قطعة تضرب قطعة كي بدأ أنت ما عندكش وتخليها تقولها تنبروت بها حتى لين الجيني شهرية كيف كيف زاد بشركه النقل كيف كيف كيبدو ما عندوش هو قطاع غيار باش يغير بهم، يولي ياخو من كار اخرى طايحه بان ياخو منها حاجه اخرى، تولي منها تولي منها زوز حاجات ناقصين. ثلاثة هذا أربعة. حال ترقيعي معنا وين باش نوصلوا في انتظار عليش. هو هذا في انتظار اقتناء وسائل نقل جديده، وهذا باش يرجع وهذا نوافق وهذا باش نوافق فيه نجم، لانه الامر المال قوام الاعمال، هذا تعرفوا انه اقتناء وسائل نقل جديده يتطلب امكانيات ماليه كبيره، ولكن اللي قادرين عليها اقل حاجه وانه اللي عنا نصلحوه اللي عنا نصلحوه. برا شوف القطار شوف القطار مالاش نعمل يلزم وزارة المالية توفر على الأقل نتاع الصيانة والإصلاح توفر شوية فلوس معناها المقدور وقهو. عليه وأنه نوفر شوية فلوس باش نصلحوا الأسطول اللي عنا. برا شوف أنت الترينوات القطارات، برا شوف حال القطارات ومعاناة الناس اللي تتنقل، نحكي نقل بين المدن، شوف وضعية النقل بين المدن كيفاش كيفاش الناس. فما حاجة أخرى شهاب، احنا باش ما نكونوش متحاملين ياسر، مش متحاملين ليه معناها باش نقول لك، حتى احنا راهو كمواطنين أنا نحكي راني باعتباري نستعمل في وسائل النقل العمومي المترو والتران والكار حتى المواطن عنده دور. الكار ساعات توصل للمحطة معبية الباب ما يتحلش، تلقى شكون يحاول يخلع الباب باش يطلع، هي معبية ما فيهاش كما قال نجم، مش شباك هي علاش معبية تكسر. هي معبية خاطر ما فماش سفرات راهو، اما احنا لازمنا نستحفظوا حتى احنا زاد راهو تو انا 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 شخص كار معبية ما نجمش نطلع فيه ما نطلعش، اما راهو حتى نحن حتى هذه عقلية عقلية حتى احنا زاد كيران خاصة في بعض الخطوط الكار الخاصة يعبي يقول لك بربي خليه ما مروحين، تبدا هي اللي هو في القانون نتاعو في كراس الشروط يركبوا كان القاعدين كاو واقفين لا ولات اليوم نعم احنا رانا لحظه خلينا نوضح. لا اعطينا انا اعطيت رايي فيه حتى احنا كمواطنين زاد يزق واللي ما يخلصش زاد واللي يكسر ولا هذا هو يا اخي اللي ما يخلصش ويكسر. انا اول مره قلت لك راهم ما يخلصوش بيتعدى يقولوا السلام عليكم اي على خاطر المراقبين يخافوا على رواحهم وما عادش يطلعوا لانهم يتضربوا ويصير فيهم، لانه ما يصيرش تامين الحافلات قبل فما المراقبين اللي يطلعوا حتى طلبه واحنا طلبه يطلعوا المراقبين ويشوفوا هما توها باش نعطيك يمكن انت ما عادش تستعمل. استناني لحظه بلا ثم نقطه نحب نتفاعل فيها معك يا اخي، اول مره الكيران هي معبيه من اول الدنيا نعرفها، لحظه احنا كلمه عبي الوسط نعرفوها من اول الدنيا يعني حتى واحنا طلبه الكيران معبيه، ولكن ولكن ديما الكيران وهذا عادي جدا، اما انه تنقص سفرات ولا تلغي خطوط باش يساهم في انه الكيران تكون معبيه اكثر، فخلينا نعالجوا المشكله من هنا. اما ما تعلق باخلاق المواطن وهذه تعالج اما بتامين السفرات توفير الظروف الملائمه حتى المراقبين يخدموا في بشكل جيد، اما ما تحميهمش كيفاش باش يطلع بعدين يتضرب وما يحمي حد، ما هذا هو المشكل. ريتها هي حلقة مربوطة ببعضها، كي انت تطلع وما تخلصش المواطن الاول الثاني الثالث الرابع ما يخلصش اي ما نبروش احنا مش نبرر مش نبرر لا 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 ما نبررش شهاب انا لكن مودين السلوك مودين هو مودين كيما قال مودين السلوك وبالنسبة للخطوط اللي بالحق راهي مأساة، راهي كنت التفاعل حتى كي تقرا على تفاعلات المواطنين ديما مشكلة النقل مشكلة عويصة خاطر انت المراقبين يخدموا نص وقت شهاب راهو كي تبدا انت الثاني مش موجودين انت مسؤول في ما بارك ما عندش موجودين كان عندك 100 كار 100 حافلة في البارك نتاعك تعمل سفرات معينة كياك ال 100 كار يتيحوا منهم 40% ولا 50% منهم اشتروا ميتيح بان كيفاش باش تتصرف في نفس الرحلات ونفس التوقيت وانت هي بالضبط يصير فقط هذا هو اللي احنا نجمش تصلحهم ما تصلحهمش على خاطر ما عندكش بيز دي تاشي لا مش ما عندكش فما تاريخ رئيس الجمهوريه مشى اكثر من اي شركه ما شاف وعاين وشفنا ووقع نقل الصور فيه اثار من قبل فيه ما صار شيء فيه تقصير فيه تقصير ما هو هذا هو اللي نحكيه فيه ما بين دعوه رئيس الجمهوريه والتنفيذ فما بون شاسع
فما بطء كبير ما ينعكس سلبا على مصالح المواطنين وتعطيل مصالح المواطنين. أول مرة احنا نحكي في الموضوع هذه المخازن برا، شوف المخازن والكيران المعطبة واللي ما وقعش إصلاح، بالرغم من أنه رئيس الجمهورية أدى زيارات وحاجة أخرى. يا أخي هو رأسا هذا دور رئيس الجمهورية؟ لا لا، هي ما فما ناس لازم تخدم. هو اول شيء قبل هو بي دي جي نتاع شركه النقل، ما فما ناس لازم تخدم وزير النقل، وبعد أي فما ناس لازمها تخدم خدمتها، هذا على اهميته يعني مهم جدا، ولكن غير كافي، غير كافي. فما تعطيل على مستوى التنفيذ. فهم تقول لي وانه تتطلب امكانيات ماديه، والله تتوفر الامكانيات الماديه لما يتعلق الامر باصلاح الموجود اللي عنا اللي خذيناه بمدخرات الشعب أو وسائل النقل اللي خذيناها واللي تحتهم بان راهي بفلوس الناس، فصلحها، هذا دورك يعني. يعني ما مش احنا نبرر البكالوريا اللي تعدى في الدورة الرئيسية، فما شكون ما خلطش على الامتحان خاطر الكار اللي ياخذ فيها صبح ما جيتش بالضبط، ثلاثة بنات ما خلطوش على الامتحان مؤخر، وقس على واللي عنده موعد مع الطبيب وباش يمشي وما يخلطش ويستنى واللي مريض واللي يعلم به، يعني راهو مش سهل، راهو قطاع، انت قلت قطاع حيوي، قطاع حيوي كبير يعني شريان الحياة في المدن وما بين المدن وغيره. ما نحكيش توا انا راني بقينا في المدن الكبرى، ما نحكيش على الارياف وغيره 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 وغير ما عندهمش هذوك التنقل يحصلوا غادي، ولا منطقه معزوله صحيح، هي بالضبط هذا الاشكال. فانا نرى من من من, من وجهه نظري وانه ممكن انه توفير اعتمادات ماليه بتضافر الجهود، وهذا اللي جاء. خلينا نعاود نقرا نفس الاخبار، دعوه رئيس الجمهوريه الى مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الاطراف المعنيه، لانه النقل مش وحده يحل الاشكاليات، مرتبط بوزاره الماليه بالاعتمادات بغيره من اجل توفير الاعتمادات الماليه اللازمه لاصلاح الحافلات، وهذا مقدور عليه خاصه في الفتره الراهنه، انه نصلحوا اللي عنا اقل حاجه، وانه نكثفوا السفرات. اليوم معناش تلامذة باش تخف الحركة، فنستغلوا الفرصة هذه إذا كما صلحناش ونعودوا نرجعوا للعودة المدرسية وتشد بعضها ما عادش نجمه صحيح يكثروا. أي ما هو هذا هو يعني. نمشيوا لي موضوعنا ثاني، باش نمشيوا للموضوع الوضعية الأساتذة النواب. كان نتذكروا البارح في الندوة الصحفية وزيرة التربية سلوى العباسي قالت أنه في خصوص تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، التسوية باش تحتكم إلى أربع معايير، وأنه الوزارة ستفرد النواب الذين تجاوزوا سن 50 بقائمة مستقلة سيصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية باعتبارهم تجاوزوا السن القانونية للوظيفة العمومية. معنا عبر الهاتف المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، باش ناخذوا رأيه في القرار هذايا، وباش نحكيوا معاه على تحركهم اليوم اللي انطلق من وزارة التربية للمطالبة بتفعيل اتفاقية ماي 2023 والقطع نهائيا مع التشغيل الهش. سي مالك صباح النور. مرحبا، تحية حرية لكم، مشكور الإذاعة الوطنية. الله يخليك سي مالك، لو تعطينا موقفك من تصريح وزارة التربية سيدة العباسي سلوى العباسي عفوا أمس. بالنسبة لنا الحقيقة كتقييم المرحلة التي أنا أشرفت عليها السيدة الوزيرة معنا سلوى العباسي، حقيقة على مستوى احنا نعتبره زوج مستويات، لأنه ثم مستوى إداري نعتبره فني تقني، حقيقة ثم إنجاز اللي هو مسألة ضبط قاعدة البيانات من 2008-2024 بحيث ما تمش استثناء لأي زميل، لأنه البلاغ الأول ظهر إلى حدود 2023، ولكن السيدة الوزيرة كطلبنا في الإعلام ومن المنبر ذي ومشكور الإذاعة الوطنية أضافت زملائنا 23-24 كنقطة أولى. النقطة الثانية الحقيقة مسألة التدقيق في طبيعة الشهيد، احنا معاها فقط روانا زملائنا منهم الشهيد وما تخضعش الأمر 3023، هذوم الشهيد سلموها معنا من الجامعات التونسية، نأملوا أنه توضع فيهم حل كما توضع حل سابقا مع وضعية زملائنا المعلمين فقط. بالنسبة للمستوى الثاني نأمل أن وزارة التربية تصرف المتخلدات بالذمة لإتمام عملية التحيين، لأنه عملية التحيين تخضع جوز مستويات اللي هي شهادة العمل وشهادة الخلاص، أنا متخلد بالذمة. الحاجة الثالثة أن السيد الوزير إن شاء الله تعجل في إطار تفعيل الدورة الرقابية للمندوبيات، لأنه ثم أرشيف ضايع
في بعض المندوبيات والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بالنسبة للمضمون اللي يهمنا احنا الحقيقة بدرجة أولى، احنا نؤمن أنه تسويق وضعية مر أساسا من خلال ضبط العدد الجملي، لأنه ما تنجمش تعمل تصور أو توضع استراتيجية دون معرفة العدد الجملي في علاقة بالشغورات في كل مادة، لأنه المواد تفرق على مستوى الشغورات. بالنسبة لنا احنا اللي يهمنا اليوم أنه تحرك اليوم جي في إطار تصور رئاسة الجمهورية من خلال جلوس في أكثر من مرة مع السيدة الوزيرة وتأكيده وعلى تسويت وضعية التشغيل الهش والقطع مع عقود المناولة. احنا الحقيقة اليوم حبينا بعد ما ساهمنا في نجاح الموسم الدراسي وأشرفنا على أبنائنا تلامذة البكالوري وحافظ موفق معناها أبنائنا في دورة المراقبة، اليوم طلبنا معناها تفعيل بنود اتفاقية 23 مايو 2023. احنا الحقيقة تو موجودين على مستوى وزارة التربية تضرب في السيدة الوزيرة، وهذه الحقيقة حاجة إيجابية لأنه السيدة الوزيرة منفتحة في إطار معناها الحوار. احنا مناش طرف نقابي ولكن طرف على الاقل معنا نرفع فيما طلبنا، قاعدين ننتظر ان شاء الله باش يخصوا الاذاعه الوطنيه باي مخرج من هذه المخرجات. يعني اليوم التحرك الاحتجاجي اساسا للقطع نهائيا مع التشغيل الهش، ما فماش دون تفصيل يعني بالنسبه لنا احنا عنوان اكبر باقل تفاصيل. حبوا مطلب عام ما هيش مطالب فرعيه، بالنسبه للمطالب الفرعيه هي مطالب تقنيه وزاره التربيه والاطراف النقابيه او وزاره التربيه ككل باش تشرف عليها. نحن نطالبوا معناها مثلنا مثل زملائنا في الحضاره، وقت دخل نمره بطاقه تعريف تعرف تاريخ تسويتك، خصوصا ما تاكيد السيد الوزير على قطع ما تشغلش. والحقيقه احنا في برنامجنا ان باش توجهوا مؤسسه رئاسه الجمهوريه راهو في حركه رمزيه، ما هي السياسه لا ذراع وحاشا وكلا انه المربي يكون بهذه الاداه، ولكن في اطار تفعيل الوزراء وسلطه الاشراف ككل حول معناها التسريع بحل هذا المشكل العميق اللي معناها عمره اليوم 16 سنه. سي مالك، شفنا ايضا اعتراض على اعتماد في 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 التحيين على اعتماد شهاده الخلاص، وصار فيها اعتراض ودعوه الى اعتماد قائمات الانتاج. حطنا في الاطار سيدي الكريم، انا ما اعتمدش شهاده الخلاص عليش، رغم انه عندنا زملاء ما خلصوش في فلوس وما عندهم مستحقات ماليه متخلدات، لانه اذا باش نحكوا على مبدا الشفافيه يلزم فتره العمل اللي هي شهاده الخدمات تكون مطابقه لفتره الخلاص، لانه في فتره معينه ما خلصش هو يقول لك اللي اعترض يقول لك انا ما خلصتش. احنا ما خلصناش، تقدمنا ك أستاذ النواب التصور عبر التنسيقية الوطنية أنه المالية تعطينا إكستري، لأنه المالية جتهم مذكرات متاع خلاص المتخلدات ولا حدود جوان لهذا الموسم الدراسي فقط الإكستري، الإكستري يثبت للسيد هذا أو الزميل هذا يشتغل في المؤسسة كذا بخلاص كذا، ووقت وزارة التربية توجد الاعتمادات هاني تصرف لنا الفلوس. لهنا أخويا مالك راو عنا إشكال، علاش؟ لأنه ننتظر إحنا كمنبر إعلامي وأنكم توحدوا الكلمة، لما نلقاك أنت مع اعتماد شهادة الخلاص وفما شكون ضده، فما هنا مشكلة على خاطر هذه السياسة تفرق تسد. يعني إذا كان أنتم متفرقين وما تفهمتوش على كلمة واحدة باش تمشي وتطالبوا بمطالبكم، فلهنا فأعتقد فما أشكال. من المفروض أن يصير حوار بيناتكم في بخصوص هذه النقطة وتكون الرؤية واضحة، ولا أنا غلط؟ هو سيدي الكريم أنا معك قلبا وقالبا، هي الملفات المطلبية أساسا أو الملفات الاجتماعية وحتى الملفات القطعية أي ملف وقت يلقى طرح معناها جدي، لأنه نحن اليوم رو نطرح في جملة من المطالب وفق التصور رو معناها احنا رو جزء من التصور تضع في وزارة التربية مع احترامنا لوزارة التربية، لأن وزارة التربية قادرة أن تحط استراتيجية تاع إصلاح تربوي ونأمل أن الإصلاح ينجح، ولكن كما تعرف سيدي الكريم رو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لا مش لا, لا 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 سامحني خويا مالك، أنت المنسق الوطني للأساتذة النواب، لفيف كبير جدا من النواب اللي علقوا آمالهم ومصائرهم على تحركاتك بطبيعة الحال وعندهم ثقة فيك، ومن المفترض وأنه أنت تقوم بهذا الدور وأنت تتحاور مع الناس وما تقولش وأنه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه بعد إذنك بطبيعة الحال، وهو حتى تحرك شهير. هذا لوم خفيف. أنت تنو أي بالضبط، أنا أنا صحفي نحاور فيك، ولكن اللي يسمع فيك واللي يرى وأنه ما يراش داعي وما خلصش وما يراش داعي إلى اعتماد شهادة الخلاص وعبر عن رأيه، من المفروض نتحاور معه كمنسق وطني نحكي هكا ولا سيدي الكريم؟ بالنسبة لي أنا الحوار يقف وقت يصير
جانب من التعدي على القانون. أنا إذا كمنسق وطني عندي نسبة على الأقل قبول في صفوف زملائي كبيرة برشا، ولكن أنا شخصيا كمالك العياري قبل ما نكون منسق وطني أنا ما اعتمدش الخلاص. إذا الخلاص باش يتأخر وغاعط العملية التحيين طرحنا تصور باش نقشوه حاليا إن شاء الله مع السيد الوزيرة إذا متوفرة، اللي هو الإكستري، لأنه الإكستري تجم المندوبيات تخدمه أطوممو، وهذا بالحق لأنه نحن يلزمنا نعاضد مجهود الدولة في إطار مكافحة الفساد. الإكستري بمفعول رجعي. مفعول رجعي سيدي الكريم، لأنه نحن إذا باش نبنوا على الصح، واحنا كتنسيقية وطنية يجب نكون جزء من الحل، ويجب تصورنا يكون مطابق لتصور وزارة التربية بينسير في إطار جدي وفي إطار إصلاح تربوي. احنا كتنسيقية وطنية عنا صفحات نتواصل معها، عنا بث تعرف انك باش تقنع الجميع مستحيل، لانه يعني تعرف احنا في بعض الاحيان راه كل ملف اجتماعي كل زميل ولا كل اجير ولا كل مشغل يحب تسوي على المقاس نتاعو. انت كان تمشي توا صفوف الاستاذ النواب سيدي الكريم يقول لك انا نطالب باعتماد العمر، علاش؟ خاطر هو كبير في العمر. تمشي للسيد الاخر خاطر عنده برشا فترات نيابه يقول لك انا نعتمد السكور، تمشي للاخر يقول لك لا انا نعتمد اول عام بديت فيه في النيابه خاطر هو بدي 2008. تعرف يا سيدي الكريم احنا نحاول نلقوا فورميل اللي ترضي الناس الكل، ولكن كما تعرف باش ترضي الناس الكل شبه مستحيل، ولكن الحقيقه ثم اشعاع معناها بشهاده الزملاء وثم قبول بالتصور نتاعنا حتى وزاره التربيه في كل محطات الاعلاميه. خلينا نسمع صديقنا نجم الدين العكاري محلل الحصه في تفاعل معك. هو سي مالك من الاختلافات هذه باش ما نقولش خلافات ما بينكم قطاع الاساتذه النواب وحتى المعلمين، زاد ثم ناس دعاوا البارح الى ايقاف هذا التحرك وقالوا ما ثماش علاش يصير هذا التحرك وعرضوه بصفه عامه. اش تقولوا عليهم؟ هل هم اقليه؟ هل هم اغلبيه؟ والا هو راي التنسيقيه والمنسق العام هو اللي يمشي؟ بالنسبه لنا احنا راه نمشي في اطار تشاركي مع التنسيقيات الجهويه، هذه حاجه نحب ناكد عليها. بالنسبه للنقطه الثانيه راه التحرك اليوم هو تحرك الاستاذه وليس المعلمون. بالنسبه لنا احنا تقريبا التنسيقيات الجهويه كل يوم كانت حاضره، صحيح العدد ما هوش بالكيفيه التي كانت معناها سابقا، ولكن ما تعرف تقص وتعرف انه زملاء معناها ما همش خالصين، ثم اللي عندهم متخلفات نتاع افريل ماي وجوان. احنا التصور نتاعنا نطرحوا فيه في اطار معناها الجروبات الموجوده نتاعنا في اطار بث معناها يحترم بطبيعه اخلاقيات المهنه ويحترم سلطه الاشراف والقوانين والدوله ككل. احنا تصورنا نناقشوا في اطار معناها هذا البث وفي اطار الصفحات وفي اطار التحرك الوطني. احنا ناقشنا التصور توا على مستوى شارع باب البنات باش قبل السيده الوزيره، اما انا بالنسبه لي انا كممثل حيني او مستمر راني نؤمن بعلويه القانون. انا ما نجمش نقابل السيده الوزيره ونقول نستعملوا كان شات خدمات وقت اللي في سياق معين، مثلا في فتره من فترات الترويكا مثلا كانت معناها بتعلت انه الارشيف ضاع، ثم ناس ونتحمل مسؤوليتي وخذوا فترات اكثر منهم لانه ما كانوش يعتمدوا في شت خلاص. اوكي احنا ما ناش خالصين، واحنا طلبنا وزاره التربيه هذا مثبت اللي تحكي فيه يا خويا مالك، مثبت سيدي حتى كريم. لا يكون كلام على عواهن ومؤكد سيدي كريم، ونعطيك انا شويه ارقام وخشوا بعض المندوبيات. مثلا من حصه الالف ماخذ ما يقارب الخمس، وقت اللي احنا عندنا 26 مندوبيه العقل ما يقبلها يا سيدي الكريم. وقت تلقى مندوبيه اخرى ما نحبش نسمي المندوبيات لانه ديما معناها ما نجموش نعموا سامحني لا 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 الخلل، ولكن وقت تشوف مندوبيه ماخذ خمس شوف المندوبيه اللي اخذ ماخذ سبن العدد اللي هو 1000. هني سيدي الكريم انت وحدك تعرف اللي ثم خلل وظيفي، وقت تشوف ولايات فيها شغورات فوق الشغورات الاخرين ني تلقى اشكال، تلقى انسان اليوم عندهم الارشيف نتاعهم ضاعوا. وحتى السيد الوزير حكيت عليهم، احنا 6 مندوبيات، هذا يتصريح على السيد الوزيره، واحنا ضمن صوتنا صوت السيد الوزيره ما عندهمش قاعده بيانات. ما دليل ذلك؟ انه ثم زيادات فعليه في الفترات هذاك، علاش انا مالك العياري كمنسق ومعناها بالتحاور مع جمعيه التنسيقيات الجهويه زد معناها الاعتماد فقط على فتره الخدمات لانه يضرنا احنا كاستاذ نواب قبل ما يضر المسار نتاع الاصلاح التربوي. أنتم في انتظار وزيرة التربية من أجل إبلاغ ما طلبكم. أنا نحب نشكرك جزيل الشكر ونشكرك أيضا على تقبل النقد، راهو مهم جدا طبعا احنا نتقبلوا النقد واحنا نقدروا نتقبلوا حتى في تقديمنا لدرسنا من المتفقدين نتاعنا من زملائنا المباشرين من زملائنا اللي فوقونا خبره، ورول ما يتقدش ما يتصلحش، ولكن احنا راهو عندنا ثوابت ندافعوا عليها في القطاع اللي هي الشفافيه. انا ندافع على الشفافيه قبل ما تتسوى وضعيه زملائي، لانه نهار اللي تتسوى وضعيه زملائي تكون متسويه على مبدا الشفافيه والعداله والانصاف.
واضح. يعطيك الصحة، مشكور جدا المنسق الوطني للأستاذ نواب ملك العيار. أنت شكرت منبر الإذاعة الوطنية، طبعا الإذاعة الوطنية دائما مع إيجاد حلول، وخاصة القطع مع نهائيا مع كل أشكال التشغيل الهش، وهذا طرحناه في أكثر من مناسبة. نجم الدين باش نواصل في بقية مواضيعنا ما تعلق بالأسئلة الشفهية اليوم في مجلس النواب. العشية مع ماضي ساعتين باش يتم في مجلس نواب الشعب توجيه أسئلة شفهية إلى وزيرة البيئة. هو كان صار توجيه أسئلة شفهية لوزير الصحة، واليوم الأسئلة هذه باش يتم توجيهها لوزيرة البيئة، وحسب الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب الأسئلة عددها 6. هو مهم جدا نجم الدين آلية المساءلة، أنك اليوم كوزير ماكش فوق المساءلة، والمساءلة تكون في وقتها، لأنه لما تتأخر ما عادش عندها حتى معنى، كيما الخبر الصحفي لما يتأخر عن وقته ما عادش عنده جدوى. فاحنا باش نحكيه في هذا الموضوع بأكثر تفصيل بعد شوية مع النائب عبد الرزاق عويدات، ولكن بعد هذا الفصل. المشهد الآن حديث الساعة. نمشي مباشرة الأولوية دائما لضيوفنا نجم الدين، ونعود نرجع لك للتعليق والتعقيب. معنا عبر الهاتف النائب عبد الرزاق عويدات. مرحبا بك سي عبد الرزاق. مرحبا بكم، تحية ليك والسيدات السادة المستمعين، شكرا للاستضافة. يعطيك الصحة بارك الله فيك. كنا نثني على المساءلات اللي تصير في مجلس النواب، وهذا من صميم الديمقراطية في هذا البلد، ومن صميم معطى قام عليه مجلس النواب الجديد، وهو تطوير منسوب الثقة لدى المواطن التونسي في هذا المجلس نظرا لاضطلاعه بالدور الموكول له. اليوم مساءلة وزيرة البيئة، توجيه أسئلة شفهية لوزيرة البيئة. القائل يقول سي عبد الرزاق، ما هي المؤاخذات المحمولة أساسا على وزارة البيئة؟ هو القضية ما هيش قضية مؤاخذات. بالنسبة لنا كنا نتحدث على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب. ضبط الدستور آليات لهذه الرقابة. من بين هذه الآليات هي الحوار مع الحكومة، والسؤال الكتابي الموجه لوزارة من الوزارات، أو السؤال الشفاهي الموجه لوزير من الوزراء في إطار هذه الدور الرقابي. فكنت تحط الأسئلة الشفاهية هي أسئلة يحددها النائب بناء على ملف معين يحب يتناوله، فيراسل الوزارة عن طريق مجلس نواب الشعب يطالبه بالحضور لسؤال شفهي، ويتعلق السؤال بذلك الملف الذي يمسكه النائب. واليوم عندنا 6 أسئلة شفهية موجهة إلى وزارة البيئة، وستة أسئلة ما تنوش مش اليوم رأي طاملة الأسئلة، نجم يكون السؤال عنده شهر من يتبعث. المهم فهم ملف. والبارح كان عندنا أسئلة شفهية زادة لوزير الصحة. صحيح صحيح. إذن هذا في إطار أسئلة شفهية. كذلك في الجلسة العامة الفارطة اللي حضرت فيها وزيرة التجهيز، بعد الجلسة العامة كانت تم أسئلة شفهية موجهة لوزيرة التجهيز. إذن الأسئلة الشفهية هي تتعلق بمواضيع معينة أو بملفات معينة يمسكها النائب ويريد أن يسأل فيها الوزير سؤالا شفويا. وثم الإمكانية الأخرى أنه يوجه السؤال الكتابي والإجابة تكون بشكل كتابي. خلينا نسمع بعد إذنك ربي يبارك فيك. نجم الدين العكاري محلل الحصة معك. سي عبد الرزاق صباح الخير، حبيت نستوضح منك أكثر. شفنا في إطار ممارستكم كما قلت لدوركم الرقابي على الحكومة في الفترة الأخرانية، كثرة الأسئلة الشفهية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة، هل هذا يعكس
نوع من القطيعة في التواصل مع الحكومة، أو شفنا في برشا حالات عديد النواب تكلموا عليها، أو هو خشية من صاحب الثقة من الناخبين متاعكم، محاولة الظهور أمام ناخبيكم بأنكم تتابعوا وتدافعوا عليهم في البرلمان؟ هو المسألة تتعلق بالملفات الجهوية خاصة، ثم الملفات الوطنية ثم الملفات الجهوية. أنا كيف مثلا نحب نحل ملف ملفات ولا نستوضح فيه مثلا، ولا نحب نسرع في إنجاز ملف ملفات، ثم عندي طرق، يا من الاتصال بالسلطة التنفيذية في وزاراتها وفي إداراتها الجهوية وإداراتها العامة مباشرة، وأنا أتصل بالسيد الوزير مباشرة. الآن ثم عديد من طلب اللقاء مع الوزراء لم تقع الاستجابة إليها. إذن طالما ما ثمش إمكانية للسؤال المباشر في علاقة بملف من ملفات سواء كان جهوي ولا وطني مباشرة إلى الوزير، تولي الطريقة والآلية الدستورية اللي نجم نلتجأ لها أنا كنائب هي السؤال الكتابي أو السؤال الشفوي، طالما هذه مثلا يخولها لي الدستور. الدستور لا يخول لي أن أفرض على الوزير أن يستقبلني في مكتبه، ولكن الدستور يفرض على الوزير أن يجيب على سؤال شفوي في مجلس النواب أو يجيب على سؤال كتابي يوجه إليه من النائب، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعدد من الإخلالات. مؤخرا طبعاً. أو أخيرا، مش مؤخرا، أخيرا كان معنا زميلك سي بدر الدين الجمودي، تدخله تزامن مع للأسف حادثة أليمة هي وفاة عدد من حجيجنا الميامين بالمقاع المقدسة، وقال وقتها وأنه مجلس النواب سيسائل وزير الشؤون الدينية بصفة عاجلة، ومجلس النواب ما تحركش لأنه كانت أيام عطلة وكانت أيام عيد، وانتظرنا المسائلة، ولكن جاء قرار الإقالة من 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 قبل رئيس الجمهورية. هل بهذا القرار انتهى الموضوع نهائيا؟ هو بالنسبة لنا السلطة التنفيذية تقوم بدورها، والوظيفة التشريعية تقوم بدورها. بالنسبة لنا احنا طالما تم وفيات لحجاجنا الميامين الله يرحمهم، فالمفروض ان نسأل القائم على هذا الشأن، القائم على شأن الحج في تونس، اللي هو وزير الشؤون الدينية. فمجلس نواب الشعب باش يعيط للوزير سواء في جلسة عامة، ولم يعد وزيرا، هو الوزير تنحى، هو لم يعد وزيرا، هذا هو. احنا بالنسبة لنا المزمع ما كنا نفكر فيه هو دعوة الوزير الى جلسة عامة للمسالة حول هذا الـ يعني العدد الهائل من الوفيات، وحديث عن إهمال وحديث عن عدم متابعة لحجيجنا من المرافقين لهم من يعني وزارة الشؤون الدينية. وإذا كان ما ثماش دعوة عامة لهذه الجلسة العامة، مش يولي ثم دور النائب اللي مش يوجه سؤال شفوي ويدعو السيد الوزير إلى السؤال الشفوي، أو يوجه السؤال الكتابي اللي يجيب عنه. في واقع الحال، السلطة التنفيذية نفسها أقالت وزير الشؤون الدينية، وهذه الإقالة حتما كانت على ملاحظة لإخلالات معينة. فالدور معناها استبقنا إليه السيد رئيس الجمهورية بإقالة الوزير، وطبعا ثم متابعة لأشغال هذه الوزارة، وبالتالي يعني ما كنا نريد أن ننجزه حتى يقع الاستفاقة إليه أو حتى يقع وضع النقاط على الحروف تمت في السلطة التنفيذية، وبالتالي أصبحنا يعني مقتنعين أنه الأمر فيه متابعة، والأمر حتى وصل للإقالة اللي هي ربما سي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق، الحادثة هذه باش ما تتكررش، هل هي مدعاة للجنة التحقيق في البرلمان ولا ما توصلش للدرجة ذيك؟ هو لجنة التحقيق لو كان الأمر تم وكأن شيئا لم يكن وقتها نطلب التحقيق، أما طالما ثم فيه تحقيق من السلطة التنفيذية فيولي من التزيد أن نطلب احنا تحقيق. وشكون قال العام الجاي ما تصيرش نفس الكارثة؟ لا، هذايا وقتها في إطار العمل متاع مجلس نواب الشعب تم عندنا لجنة من اللجان اللي تخص الحقوق والحريات،
النجم في إطار اللجنة يقع دعوة وزير الشؤون الدينية الذي سيقع معناها تعيينه، ونتحدث وقتها على برنامج مستقبلي، وقت نتحدث على محددات يلزمها تكون، وقت نتحدث على شروط للمرافقين يلزمها تكون، نتحدث على برنامج لمرافقة الحجيج كيف يجب أن يكون حتى نتفادى ما وقعنا فيه في السابق. هذا يولي عمل للمستقبل. يعطيك الصح، ينجم يكون من دور اللجان. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. يعطيك الصح. بعجالة رجاء، بعجالة فيما يتعلق بالبيئة، احنا اكثر ما يشغل النواب الان هو في علاقة بالتطهير. اراه عنا كارثة بيئية في تونس نتيجة عدم تدوير الماء المستعمل تدوير ثلاثي بما يسمح إعادة سكبه في المياه بمياه البحر أو مياه الأودية أو في ما يسمح باستعماله في الري. هذه أكبر كارثة نعاني منها في تونس، وأكيد الأسئلة ستكون كلها مبرمجة ومتمحورة حول هذا الإشكال. باش نتابعوكم بطبيعة الحال. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك النائب عبد الرزاق عويدات على كل ما أفتنا به، عطفا على جلسة المسائلة اليوم مع وزيرة البيئة، هذا ضمن نشاط المجلس النيابي. باش نمشيو في انتظار المكالمة الهاتفية، إذا كان جاهز قولوا لي. جاهز، نمشيو للموضوع الأخير. الموضوع الأخير، البارح في قصر الحكومة بالقصبة تم توقيع 4 اتفاقيات مالية بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية تتعلق بقرضين لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية. احنا باش نتحدث عليه المتعلق القرض والهيبة المتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومعنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سي عبد الرزاق حواس. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. اهلا وسهلا وتحية ليك وكل متابعين راديو الوطنية، وشكرا على الاستضافة. سي عبد الرزاق، لو توضح لنا القرض والهيبة هذوما كيفاش؟ بالنسبة نبدأ ساعة للقرض. القرض هذايا هو قرض يخص في جزء منه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. باش نعطي الرقم نتاع القرض، هو يقدر ب 80 مليون اورو، أي ما يعادل 268 مليون دينار تونسي، اللي يخص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفما في الجزء الثاني بتاع الهيبة. الهيبة هذية هي في الاتفاقية الثالثة، هيبة 6 مليون أورو أي ما يناهز 20 مليون دينار، سيتم توجيهه لدعم المشاريع في مجالي التعليم والرياضة. معناتها هذا اللي يخص المؤسسات الصغرى والمتوسطة. بالنسبة للنقطة الأولى، إذا كان باش نمشيو في قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أولا لازمنا نكونوا عندنا برنامج يا إما لإنقاذ المؤسسات يا إما باش نوجهوهم إلى خلق مؤسسات جديدة. والله كنت باش نسألك أنا على التبويب سي عبد الرزاق حواسي، هل ترى هو جاهز مسبقا أو باش يقع تبويب صرف؟ لا، مازال ما نعرفوش، وهذا اللي نحن تكلمنا عليه وهذا ما حكيناه زاد حتى مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه لازم يكون عندنا زوز برامج حاضرة، برنامج لإنقاذ المؤسسات التي تمر بظروف وصعوبات مالية، ويكون عندنا زادة برنامج لتوجيه للمؤسسات الجدد اللي باش نحققوه من جد. شكون يحضروا للبرنامج؟ هي وزارة الاقتصاد والتخطيط هي اللي المعني بالبرنامج، خاطر هي اللي عندها البرنامج بالضبط وين باش يمشي وشنو هو معناتها الاقتصاد نتاعنا باش يركز على انا قطاعات، شنو هي القطاعات اللي باش نركزوا فيهم اكثر. هذا الكل في النظرة الشاملة اللي عند وزارة الاقتصاد والتخطيط. ياخذوا رايكم ولا ياخذوا راينا؟ هو نحن رانا قدمنا عديد من المرتبات وحكينا فيه الموضوع هذا، وديجا معناتها صار معناتها حتى اجتماع صغير مع سيد كاتب الدوله المؤسس الصغرى والمتوسطه، وحكينا فيه الموضوع وتكلمنا على المؤسسات في الدخول الى معناتها السوق، ومشكله المؤسسات في الحصول على التمويل، على خاطر نعرفوا راهو بعد الكوفيد صارت لنا مشكله كبيره انه العديد من المؤسسات ولات كراسي في البنك سنترال. اليوم المؤسسات اللي كلاسيه في البنك سنترال غير قادره انها ترجع للاقتراء. هذاك علاش نحن طلبنا انه يكون فما تاطير قانوني اولا،
ويكون بعد ثم تأثير معناتها الأموال باش يتم ضعفها. خاطر اليوم أنت صاحب مؤسسة تعطيه مثلا نقولوا نحن باش تعطيه 50 مليون إذا أنت أعطيته 50 مليون هو في ظرف صعيبات عنده قباضة تالو واضح تدخل قباضة تالو عنده سينسيس تالو عنده مزاودين تالو يدخلوا يهزوا معناتها شو يصير أنت ما ديت له فلوس من هون عباد كل خص وفي الأخر بكل يعاود يرجع لنفس البلاصة اللي كان فيها معناتها يرجع لنقطة الصفر. واضح جدا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وضحت لنا الصورة. انتهى التوقيت للأسف الشديد بارك الله فيك على التدخل. أنا أتقر رسمي باسم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سي عبد الرزاق حواس بعد قليل مريم الغربي في تأمين موجز الأنباء. بعد الموجز بشكون حاضر معنا مدير إدارة الطاقة الشمسية بوكالة التحكم في الطاقة ورئيس مشروع الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية سي نافع البك.